السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مقطعنا عن تلبيسة للمتر. راح احتاج للمقطع خيط وسنارة كروشيه مناسبة للخيط، إبرة للتنظيف، مقص والمتر، وطبعا أي حاجة انت حابة تزيني بيها المتر. وراح نبدأ في المقطع على طول. راح أبدأ بإني أعمل الدائرة السحرية، حرتفع سلسلة لتثبيت الدائرة. داخل الدائرة السحرية راح اشتغل 6 غرز حشو، 2 3 4 5 6 حشد خيط البداية وسكر الدائرة السحرية. كده أكون انتهيت من الدور الأول. الدور الثاني راح أبدأه بشكل حلزوني، ما راح أقفل بمنزلقة ولا أي حاجة. هعد نزول من الإبرة 1 2 3 4 5 6 في غرزة الحشو السادسة. راح أبدأ دوري الثاني بإني أعمل غرزة حشو واحدة في كل غرزتين، عفوا بإني أعمل غرزتين حشو في كل غرزة من الدور السابق. في نهاية الدور الثاني رح يكون عندي 12 غرزة حشو، 3 و4 في نفس الغرزة، 5 و6 في الغرزة اللي بعدها، 7 و8 في اللي بعدها، 9 و10 في اللي بعدها. لا تنسوا تحطوا الماركر بالنسبة إذا أنت ما أنت حابة تعدي، أو إذا بتعدي ومبتدئة برضو حطي 11 و12 في نفس الغرزة. الآن حتأكد 2 4 6 8 10 12. الدور الثالث حيكون تزايدي في ثاني غرزة، يعني غرزة حشتغل فيها حشو في اللي بعدها تزايد، في اللي بعدها حشو واحدة، في اللي بعدها تزايد، يعني أنا قصدي إني أحط غرزتين حشو في نفس الغرزة. في نهاية الدور الثالث رح يكون عندي 18 غرزة حشو، في اللي بعدها 2 3 في اللي بعدها غرزة واحدة، 4 5 و6 في اللي بعدها، 7 في اللي بعدها، 8 و9 في اللي بعدها، 10 في اللي بعدها، 11 و12 في اللي بعدها، 13 في اللي بعدها، 14 و15 في اللي بعدها، 16 في اللي بعدها، آخر غرزة 17 و18 في نفس الغرزة. وهذا هو شكل دوري الثالث. عشان أبدأ الدور الرابع بنفس الطريقة حلزوني، رح يكون تزايدي في ثالث غرزة حشو من في ثالث غرزة حشو. في أول واحدة حشتغل حشو، في اللي بعدها حشو، في الثالثة رح أحط تزايد، يعني 2 حشو في نفس الغرزة، وأكمل بتروني بنفس الطريقة، حشو حشو تزايد، حشو حشو تزايد. دي 1 2 في اللي بعدها 3 و4، 5 6 في اللي بعدها 7 و8. في نهاية الدور الرابع رح يكون عندي 24 غرزة حشو، 9 10 11 و12 في نفس الغرزة، 13 14 15 16 في نفس الغرزة، 17 18
19 و20 في نفس الغرزة، 21، 22، 23 و24 في نفس الغرزة. بكده انتهيت الدور الرابع. الدور الخامس رح يكون تزايدي في رابع غرزة حشو من الدور. أول وحدة حشو، تاني وحدة حشو، تالت وحدة حشو، في الرابعة اثنين حشو، في اللي بعدها كمان حكمل حشو حشو حشو، في الرابعة اثنين حشو 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 حشو، في الرابعة اثنين حشو. هيكون عندي في نهاية الدور الخامس هيكون عندي 30 غرزة حشو. 1، 2، 3، 4 و5 في نفس الغرزة، 6، 7، 8، 9 و10 في نفس الغرزة، 11، 12، 13، 14 و15 في نفس الغرزة، 16، 17، 18، 19، 20 في نفس الغرزة، 21، 22، 23، 24 و25 في نفس الغرزة، 26، 27، 28، 29 و30 في نفس الغرزة. بكده أكون انتهيت من الدور الخامس. الدور السادس كمان رح يكون تزايدي في خامس غرزة حشو من الدائرة. عندي حشو 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 حشو، في الخامسة راح اتزايد، حشو 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 حشو، في الخامسة راح اتزايد. هيكون عندي في نهاية الدور الخامس 36 غرزة حشو، 3، 4، 5 و6 في نفس الغرزة، 7، 8، 9، 10، 11 و12 في نفس الغرزة، 13، 14، 15، 16، 17 و18 في نفس الغرزة، 19، 20، 21، 22، 23 و24 في نفس الغرزة، 25،26،27،28،29،30 في نفس الغرزة، 31، 32، 33، 34، 35، 36 في نفس الغرزة. وبكده أكون انتهيت من الدور السادس. الآن رح أبدأ الدور السابع بإني أشتغل غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابق. رح أشتغلها في الفتلة الخلفية من الغرزة. أنا عندي دايما بدخل إبرتي في الفتلتين الأمامية والخلفية. الآن رح أدخل إبرتي من منتصف الغرزة وأسحب الفتلة الخلفية وأشتغل غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابق. في نهاية الدور السابع رح يكون عندي 36 غرزة حشو. أنا كده عملت 1، 2، 3، 4، 5، 6،
سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اتناش تلتاش اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين ستة وثلاثين. الآن رح أبدأ الدور الثامن، رح أشتغل غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابق، ورح أشتغلها في الفتلتين كلها. حدخل إبرتي عادي وحشتغل أول غرزة حشو، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش اتناش تلتاش اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين أربعة وثلاثين خمسة وثلاثين ستة وثلاثين. الآن رح أقفل بغرزة منزلقة وأقص خيطي. كده انتهيت من قطعتي الأولى، رح أعمل قطعة ثانية بنفس الطريقة بدا الشكل. هعمل قطعتين زي بعض عشان راح أثبتها مع بعض حوالين المتر. الآن عشان أثبت هجيب المتر رح أثبت بغرز منزلقة المنزلقة اللي أنا قفلت بيها الدور والمنزلقة اللي قفلت بيها الدور من القطعة الثانية، رح أشبكهم مع بعض بمنزلقة واللي بعدها نفس الطريقة.
كل غرزة مع الغرزة المقابل لها. نتشكل قطعتي لين الآن. هكمل تشبيك. وحدخل المتر قبل ما تضيق الفتحة أكثر، وبعدين ما عاد أقدر أدخل وأضطر أفك الغرز اللي أنا عملتها. وحبدأ هترك هذا هو شكل قطعتي. هرتفع السلسلة وحقص خيطي وأشد السلسلة. هعقد الخيطين مع بعض
وراح أخفي الخيوط. الآن راح أخفي الخيوط بين الغرز. كده أكون انتهيت من تلبيسة المتر. باقي علي التزميم. الآن عندي الجزئية هذه راح أعملها. راح أجيب خيطي ومحل ما أنا تركت الفتلات الخلفية، شايفين هذا الفتلات اللي هنا داير ما يدور القطعة، راح أدخل إبرتي في أي فتلة منها. وأضيف خيطي، حرتفع سلسلة، حاقد الخيطين من الخلف، في نفس المكان اللي أضفت فيه خيطي راح أعمل غرزة حشو. هترك غرزتين، في التالتة راح أعمل هدي واحد اتنين، في التالتة راح أعمل خمسة أعمدة. تلاتة، أربعة، خمسة. حترك فتلتين، في التالتة رح أعمل غرزة حشو. حترك فتلتين وفي التالتة رح أعمل خمسة أعمدة. حكمل بتروني بنفس الطريقة لين نهاية الدور. حترك فتلتين غرزة حشو، حترك فتلتين وفي التالتة رح أعمل خمسة أعمدة. حترك فتلتين وغرزة حشو. حكمل لنهاية الدور.
الآن حترك غرزتين وحتجيني غرزة الحشو اللي أنا عملتها في بداية الدور، حقفل فيها بمنزلقة. حبدأ الدور الثاني بأني أقفل بغرزة منزلقة في العمود التالي، حرتفع 3 سلاسل وراح أقفل بمنزلقة في العمود الثاني 3 سلاسل وراح أقفل بمنزلقة في العمود التالي 3 سلاسل وراح أقفل بمنزلقة في العمود التالي 3 سلاسل وأقفل بمنزلقة في العمود التالي 3 سلاسل وراح أقفل بمنزلقة في غرزة الحشو اللي من الدور السابق. راح أكمل بتروني بنفس الطريقة لنهاية الدور. هذا الشكل قطعت يدين. الآن هكمل بنفس الطريقة منزلقة 3 سلاسل منزلقة داير ما يدور القطعة. الآن راح أقفل بمنزلقة في غرزة الحشو اللي من الدور السابق، حرتفع 3 سلاسل، حقص خيطي وهذا هو شكل قطعتي لين الآن. حنظف شغلي، حاقد خيط البداية وخيط النهاية مع بعض.
هذا هو شكل قطعتي بعد ما انتهت. راح اجيب، انا كده خلصت تلبيسة المتر وراح ازينها بالحاجة اللي انا حابة ازينها بيه. راح احط ورودي بالشكل اللي انا ابغى تكون فيه. كده أكون انتهيت من تلبيسة المتر. أتمنى أن المقطع عجبكم وفادكم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتابعوا الجديد اللي راح نعرض في القناة في الانستغرام، رابط الأكاونت أسفل المقطع. هذا كل شيء بالنسبة اليوم، وأشوفكم قريب بإذن الله. باي.